قصة الاستماع الأطعمة البحرية. قام صديقي أسامة وهو من مدينة الإسكندرية بدعوتي أنا ومروان أخي إلى وجبة غذاء بحرية. سعدت بهذه الدعوة لأنني أحب السمك وأعرف فوائده، فالمأكولات البحرية مليئة بأنواع من الفيتامينات لا توجد في غيرها. وصلنا أنا وأخي مروان عنده، وعندما فتح الباب وجدنا الأكل على الطاولة في انتظارنا. جلست أنا وأخي مروان ثم نظرت إلى الطعام محاولا أن أميز الأنواع الموجودة، ولكنني لم أميز منها شيئا. فالطعام البحري هو السمك بأنواعه المختلفة، ولكن لم يكن على الطاولة أي نوع من الأسماك التي أعرفها. لاحظ صديقي أسامة التعجب الذي كان يبدو علينا أنا وأخي مروان، فابتسم وقال: من الواضح أن أنواع الطعام بالنسبة لك يا سامح غريبة، دعني أشرح لك أنواع المأكولات البحرية الموجودة. أشار صديقي أسامة لأول صحن وقال: هذه ريتسا، وأنصحكما بأن تبدأ بها. فنظرت ووجدت شيئا على شكل قشرة صلبة تملوها أشواك وبداخلها بعض الفصوص اللينة. أخذ صديقي أسامة قطعة من الليمون وعصرها عليها، ثم بدأنا في الأكل. قال أخي مروان: هذه أول مرة أأكل فيها ريسة. قال أسامة: ولن تكون الأخيرة، فطعمها لذيذ جدا، وهي غنية بالمعادن التي يحتاج الجسم إليها. قلت لأسامة: أقترح أن تعرفنا أنا ومروان بقية الأطباق قبل أن نبدأ في الأكل. أشار أسامة إلى صحن كبير به بعض الأصداف المفتوحة التي يميل لونها إلى الأبيض، وقال: أما هذا جندفلي، وهو غني بالفيتامينات الضرورية لصحة القلب، وطريقة أكله تختلف عن الريتسا وهي تؤكل هكذا. أخذ واحدة وفتحها باستخدام معلقة صغيرة، أخرج اللحم الذي بداخلها وأكله. صاح أخي مروان: ما هذا الذي بداخل صحن الأرز؟ فوجدت بعض الأصداف لونها أسود تخرج من الأرز. قال أسامة: هذا بلح البحر، وهو غني بالفيتامينات والمعادن، وقد يؤكل وحده مثل الجندفلي أو يطهى مع الأرز. جلسنا جميعا إلى الطاولة وبدأنا في الأكل. كان للأكل نكهة خاصة وطعم مميز. في البداية ساعدنا صديقي أسامة، ولكن مع التدريب صرنا أنا وأخي مروان ماهرين في أكل الريتسا والجندفلي وبلح البحر.